هذه مرت الوالد اخويا درتنا الافراغ ومحنتنا وانا واريد شرعي انا واريد شرعي خرجتنا سيدي دارت شي زهور ودابع الفلوس ودارت ثلاثة محاميين عليا احنا ما قديش عليهم وما عديش فقير وما عديش وعندي وليدات وكتبوا على الوالد زهور يتبع كان مريض كان الوالد مريض كان عنده سمايمر كان عند الوالد سمايمر وكتبوا عليه زور والساعه دابا راه خرجوني انا ناسيرور وما عنديش ما عندي الله سبحانه وتعالى الناس اللي كيعطيو الناس كيعاونونا الجيران كيعاونونا الجيران و المراه راه سيدي دار لنا زور ودار لنا خرجوا لي الحوجات وما عنديش فين نمشيو ما عندنا فين نمشيو ولاد بعتنا البلاد سيدي ما شحال بعتني لنا ما حضرتهمش البلاد كتكري حنا خرجنا يتامى وكرفتنا غادي جوج وليدات غادي بليا وليد ما عاد فين نمشيو حنا بقاو بلاتو بزاق الناس تيعاونونا المحسنين الله يخلصهم اللي كانوا معانا هما اللي كيوقفوا معانا وشو الدار كديره شو حالته كديره شو الدار كديره ما دار ما والو عش ساكنين فيه فخ حتى شي حاجه فخ عايشين فيه هذه راه مرتبه صافي سيدي وحك علينا هي لا عندها الفلوس حنا ما عندنا والو عندنا الله سبحانه وتعالى وليدات الحمد لله هي اللي كاينه حنا سيدي ما عندنا باش نمشيو حنا عندنا جوج وليدات وراجلي عسيرو وما عندنا فين نزيدو سيدي حنا عندنا جوج وليدات وهذا عسيرور كيسير على الصبابط هما لا يجيبش الله وعجيران اللي ساكنه كيتعاون معانا هما اللي كيكسونا وليداتنا هما اللي كيعيدوا لوليداتنا هما اللي كيجيبوا لنا المعيشه الله يلا هاي الله وهاد المره هادي راه الظلم كرفتنا بزاف مكرسانا ومحنانا كل نهار كتفتنا في الاستدعاءات كل نهار كتفتنا في الافراغ كاتب عليه زور حنا ما قديش عليها في قياده في واحد الجماعه ديال ولاد فارس وسيدي حنا قلنا ليها سيدي خويا قسمي وهي ما بغاتش ها هما جاو ها هما غيفرغونا دابا يا حنا سيدي ما قديش عليها الله سبحانه وتعالى اللي قد عليها ها هما جاو سيدي ها هما جاو هاتي تعال معايا خويا سيدي قلت لا هضري هضري سمعتي وراه غنمشيو غادي يلوحوا لي حوايج في الزنقه ما عندنا فين نمشيو سيدي هاتي انا كتشوف هذا راه ظلم حنا ما قديش عليها لا اله الا الله والله ما قديش عليها حنا سيدي راه مشيو هنا المراه هادي وما عندي فين نجيت هذا حوايجنا في الاخر غنروح معاه في الاخر حوايجنا ما عندنا فين نمشيو ما كلينا ما شربنا لا اله الا الله حق حق بونا وجوج وليدات حنا كتوجه المحسنين تاجر معانا الله يرحمهم من الوالدين زور على الوليد راه كاتبه لي زور لا اله الا الله هذه المراه هذه ما غاديش يديها ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.